فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروبة باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الروايات في هذه المسألة وهذه القضية وما جرى فيها من تداولات أنه كثير، الروايات في هذا كثيرة، وليس الغرض استقصاء ما ورد في ذلك، لأن غرضه شيء واحد وهو منع التشبه باليهود والنصارى، هذا هو غرض الشيخ في هذا الكتاب. أما استقصاء هذه الروايات والنظر فيها والجمع بينها فهذا له شأن آخر. نعم. قال: إنما الغرض أنه لما كره بوق اليهود وناقوس النصارى علل بأن هذا من أمر اليهود وهذا من أمر النصارى. هذا التعليل، هذا هو التعليل. قال لأن الوصف إذا ذكر عقيب الحكم، نعم، فهذا دليل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم عند الأصوليين، مثل أكرم العالم، فإن وصف العالم دليل على أنه علة للإكرام. أدب الجاهل أو علم الجاهل مثلا، علم الجاهل، هذا دليل على أن التعليم لإزالة الجهل، وهكذا.